تمكنت عناصر مصالحنا لأمن دائرة مقرار أمن ولاية النعامة على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بنقل كمية معتبرة من المخدرات على متن مركبته السياحية. واستغلال للمعلومة تمكنت مصالحي من توقيف المركبة السياحية على متنها شخص من في العقد الثالث من عمره. وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة في أماكن سرية داخل المركبة معدة خصيصا لهذا الغرض، والمقدرة بحوالي 104 كيلوغرام و 645 جرام من الكيف المعالج. تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة العين الصفراء.